تاخذ هذا في باش ما يتعطلش هي تكلم يعني بحال قلتي هدي راني فور باش ندوزو سوتيران في البروجيات ديال 2023 ان شاء الله. سي زوزي زوزي لاباس لاباس علاش معايا هذا السنه باش تلاقينا ماشي سنه تلاقينا في المشاكل اللي كانت عالقه او مازال عالقه احنا جبنا لكم حلول ديال باساج سوي لا خصكم طبقتوا داكشي اللي كنا طرحنا عليكم المشاكل شكون فكيتوا تقول لي واحد فيها النقطه المشكل عندناش حنا خلينا نوجه السؤال راه ملي كنت كتهضر السي زكريا كنا كنصنتوا دابا حنا تنعطيك انا غتصنت ليا وعقب ونقول لك شي اللي فهمتي انا على حسب الفهم ديالي ولا حسب داكشي اللي عندي الباجاج اللي عندي انا غنقولوا سواء كتخاطئ سواء داكشي حنا غادي نقادوا المشاكل اللي بيناتنا دابا شوف حنا المشاكل اللي كنا طرحنا عليكم وداكشي كامل قول لي ودي هادشي المشكل اللي هو فكينا هذا ما فكيناش هذا درنا حنا راه خاصنا نجيو باش نجاوبوا تحت السكينه حنا غنبقاو حنا عام وغنبقاو نكذبوا على الناس غنبقاو نديروا بعض السياسه غنبداو نقول لهم حكا راه جاوا قالوا لنا راه مشكل ديال السلطه مشكل ديال هذا راه درنا حنا خاصنا العمل خاص يكون تطبيق عطيناكم المشاكل قلنا ودي هذا المشكل كنعطيكم راه فكيناه شفنا مع السلطات المحليه شفنا مع الاداره ديالنا شفنا مع الجماعه شفنا مع المشتركين في القطاعات راه فكيناكم المشكل ماشي غير حنا غادي نجيو وغنمشيو عند الناس ونقولوا ديروا لنا شفنا مع الاداره ولكن ما خرجنا حتى شي نتيجه اذا شنو الدور ديالنا حنا باش نجلس هنايا واش غنبداو نديروا نكذبوا على بعضياتنا لا كديروا مع الجماعه السياسه سي زكريا نجوما وهي كتمارسوا معنا السياسه نتوما كإدارة شوف نتوما كنعرفنا على سي زكريا سي زكريا انا نقول لك وانت تقول لي خلينا نقول لك الشيء اللي عندي انايا وانت هضر معايا نتوما كديروا معنا السياسه واخا بلاتي غادي نشوفوا عندنا وتعطلنا راه جينا نشوفوا نهضروا بالمنطق دابا انا ماشي في اوكرانيا ولا ما عرفتش كتقول لي بيرمي دافيد المغرب راه كامل 99.99 ما عندوش بيرمي دافيد البارح كان دوزيام كونتور تروازيام كونتور ركبوا الناس اليوم كتقول لي ودي راه خاصنا الموافقه ديال مع السلطه مع الباشا مع هذا شنو كان البارح شنو كان اليوم واش القرارات كيتغيروا ما بين النهار بين الصباح وعشيه دوك الحاج عمر ما عندوش بيرمي دافيد ما عندهم حتى شي واسطه المشروع الحمراء راه عنده راه مهيكل ورا تزيئه وعندهم لي بلون ديالهم عندهم الرخص ديالهم عندهم المسائل ديالهم حنا ملي كنهضروا على دوزيام كونتور راه تنهضروا على العشوائي راه الدار باش عندك الباشا كيخرج يدير معاينه ويشوف واش هاد الناس عندهم مسائل قانونيه باش يوافق عليهم يدخلوا لنا بها اما بالنسبه للحمراء راه عندها بلون راه ما عندهاش اشكال خاصنا نفكوا المشكل ديال دوزيام كونتور ديالهم وكاع اللي عندهم مسائل لي بلون ديالهم قانوني خاصنا نفكوا المشكل ديال دوزيام كونتور ما بقاوش هاد الناس مع بعضهم هاد الناس مقصيين ما فكوا معاهم على الاسر ديالهم ما بقاو يعطيو لي كونتور ديالهم السيد راه عنده ثلاثه الدراري كل واحد شاف طبقه كل واحد في ثلاثه التلفازات اربعه التلفازات جوج ثلاجات الكونتور ما عرفتش فين غادي يوصل عندهم هاد الناس واش بقى ما قالوا واحد غادي تحط طحن فيهم الدار كامله انا خاصكم تجيبوا لنا حلول تفكونا تقول لنا ودي راه فكينا المشكل كتقول لي انت بالنسبه لي الترخيص مع الرئيس الا ما كانش بين ميدافيدي حنا راه عندنا مسائل ديالنا هاد الناس ما بغاوش يطلبوا على هاد بين ميدافيدي ديالنا واش غنبقاو معطلهم راه ماشي نقول انا دابا ما غنقيسوش ما نغيروش والقانون الوضعي شي حاجه اللي كتقاونا راه غنقادوش حنا نديرو واحد التسهيلات انتوما كشركه راه كتبيع لي كتبيع تبيع لي اخويا المكانه كنمشي هذاك بالسيد حتى عندك الخلاص ديالك شي خلص لك سهلوا انتوما ديروا المسائل ديالكم راه الشيء اللي كاين السيزا كاين على حسب المقترح ديال كلين شارج اذا درنا شي حاجه خارجه على الكلين شارج بحال قلتي غنكونوا اون انومال الناس ركبوا داك الثلاث بقالاش شو من كلين شارج هذا خصني نجيب لك علاش علاش ما كنتوش كما كان تركبوهم ودابا كتقول لي حسنا جاوبني على هذا السؤال انا حمق لي هذا السؤال انا الان دابا في اللحظه الانيه كنهضر معاك على شنو كاين في كلين شارج اذا خرجتو كيتشارج كامل
ولكن شنو غادي نخرجوا اذا شنو 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 كيفاش اذا قرينا راه يعني كلاه زعما اذا درنا شي حاجه ما كايناش في كيت شارج يمشيش دار هذيك كيت شارج دابا كنشرح كدير لا ميساج حتى غتصور لا ميساج كاين الناس عندها كونتور واحد بروفيزوار ديال البني كتجي دابا 600 درهم في الشهر راه ماشي حشومه ماشي تصادق معاك راه كاين ليش هذا الشيء واش واحد كان عنده 3 ايطاج كتجي 700 درهم 1200 درهم باش غيخلص هذا الشيء تصادق معاك وكتقولوا زعما كتقولوا هذاك الشيء اللي تهضروا عليه انتم تقال العشوائي في الحمراء راه ماشي عشوائي الحمراء الناس راه باينه انوني دابا دي فتح حمولات ماشي غير داك اللي كديروا دي فتح حمولات كيفرضوا فرضوا التجمع العاصمة هو اللي فرض لا رضا يعني كل مرحلة في كل سيسيون كي كدير واحد لا ميزاجور ديال انا دابا مدام ما بها هي تبيع الطوب كلشي وكاين خدمة هنا بدا في دفتر تحمول دابا الناس ما فكوش ما بقاش غادي يقولوا دفتر تحمول لازم ما تسولش هادشي ودري انا كتسول تحمول ودري انا كتسول الورقة ديال الدوم كتسول 1000 درهم 1200 درهم كتجيهم في الشهر والكونتور بروفيزوار ديال البن لبني ماشي كاري تاعنا ما كتسالاش الناس ما كديش ديال الناس راه ماشي بغيتش برو ديال الناس واش دري واش كيدير الثلاجة كتجي 1200 درهم في الشهر ماشي حشومة ودير لي الكونتور ديال البني راه كاين واحد المسألة دارت المجلس هنا وقالوا بأنهم غيديروا لي ديروغاسيون بالنسبة للحمراء بالنسبة للديكارتيين اللي هما سكوتيين راه لا بال عندكم أشرف لأن في ذاك العام هذه المسألة تجبدات واتفقتوا باش غادي ديروا إن ديروغاسيون اللي تعطيوها الولاية لأن كاين ديكارت لي ستركتيري ما خصهمش يدخلوا مع لي نون ستركتيري فهمتي؟ ما بقاش تقارنوا الحمراء ولا تزيد لا انا عطيت زعما سميتو غير شوف شوف باش يكون السوق ديال انا ما كنهضرش على الحمراء بوحدها كنهضر على شي كامل خصك تستافد ما تدوز كونجو حنا راه ما تمكنوش غير على الحمراء بوحدها حنا كمستشارين في المجلس كنجنا كنهضروا على عيال شي كامل باش ما يكونش واحد هذا غير الحمراء بوحدها راه كاين فيه لا كنهضر على شي كلها خصك تستافد راه كاين دابا الناس واحد الطريق كاين الناس في دول حاجه ما تهضروش في الميدان وخرج الباشا وخرج معاه مدير المعلن وركبوا عطاهم الدوزام كونترول ديالهم وما عندهمش بلان حنا راه عندنا فروع عندنا مساحه عندنا داك الشيء قانوني كنت تما ملي كان في الاجتماع كنت في الدوره عاودتي اللي غادي نقول شي راس القانون نصروا لا راه حنا ما توصلنا بوالو راه الا كانت شي حاجه غادي نتوصلوا فيها راه بحال شي واحد كنت 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 ما حد ما جاتش انتروغاسيون من عند السلطات ديال الولايه راه ما يمكنش الاوضاع تغير هذا الاشكال اللي كاين هو بالنسبه للعشوائي تنهضروا معاه انا متفق معاك بان خاصكم السلطات تخرجوا دير ودير معاكم في العشوائي ولكن كوتيسمو راه ما تدخلش يد الدماغ ديالك شي حاجه ما بقناش متفق معاك من الاطراف داخلين فيها هما راه حتزوب كلشي على ود العشوائيه حنا راه ماشي عشوائي دابا لان كما كتقول انت راه بقاو نضربوا علاش لان الحل راه ما كنعرفش لا لان لو كاين شي حاجه باش خدام ريطا فهمتي راه تغير دابا راه الناس اللي غيغيروا راه واقيلا جاهم الملتمس وما بقاوش يغيروا ولا كيشوفوا رؤيه اخرى دابا انتم تستدعيتوا باش جيتوا للجنه على اساس جيتوا عندنا هنايا باش علاش جيتوا على اساس جيتوا لحضرتوا للجنه دابا نتوما استدعوكم جماعه اييه حنا جايين على اساس اش كيفاش على اساس باش تشوفوا المشاكل عندنا اييه ياك كنطرحوا لكم مشاكل باش نتوما تفكوا مع الاداره ديالكم نتوما قول مدير الناس راه عام راه عطاونا خاصنا عطيونا لا ريبونس ديال الناس نجاوبوهم شنو هو الحلول البديل وش الحاجه اللي غادي نفكوا نبسطوا من الاداره نبسطوا معاهم باش نمشيو عندهم باش تجيبونا جايب شي حاجه هزنا جايبنا معاكم دابا نتوما تلاقينا معاكم عام مشيتوا خاوين عاوتاني تلاقينا معاكم جيتوا عندنا خاوين وحنا عاوتاني هاد الناس كيتسدونا كنمشيو عندهم خاوين انا ما تنبقاش ما تنعرفش لا ماشي هذا ماشي هذا لا نديرو ديال الليله تبدل هذا الكيت شارج من طرف الولايه ولا العمل هذه واش فهمتيها وفهمتوها ولا ما فهمتوهاش ولكن الناس اللي عطيتو دوزيام وتروازيام بعين طريق عطيتو في الحمراء بعين طريق عطيتو واش شي كتعطيوش واش ما كتعطيوش ولا ما فهمتش انا
انا غندب انا كاين اللي عنده الدوزيام والتروازيام وكاين اللي ما عنده عنده واحد بروفيزوار شوف راه كاين شي هاد دابا انا ما فهمتش واش عنده شي معنى والخجوم ديال واحد لا فيزيت وغتشوفوا شحال من المكانه راكبه نفس هذاك السيد موتي هذا عنده ثلاثه المكانه وهذا حدا ما عندوش وهذا حدا ما عندوش وعنده عاطينو دبل موش حدا في البروفيزوار ديال البني كنحلو في عباس شوف نديرو معاينه حنا ما تنهضروش في الخجوم ديال واحد الحال هاد الناس مشاكل ديما تيتشكاو من هاد المشكل ديال تحت السكة واش غيموناش وتحرك لي التلفازات والثلاجات ما جاتش مشكية وجات بطلة شنو شنو السبب واحد النقطة عندكم هادوك الناس ديال الشركة ديالكم الإنسان تيخلص يجي يقطعوا عليه الخيوط هاد الدليل باقي يكون داكشي فهمتي عنده واحد الرؤيه لقدام الا بغينا نزيدو في ديسمبر لعلمك في ديسمبر درنا واحد الحمله كبيره ديال لي ريفيكس ماشي اللي في عينات تيفي في تهرورة في
التمارة في الصباح في الصخيرات كاع لي بوين اللي كانوا عندنا ديتيكتي درناهم هادو اللي كتبوا عليا ديال العباد اللي تعرفهم انا دابا نمشي ونقول لك شنو اقسم بالله تقدم استقالتي انا كنت كنت درت الكونترول فاش نمشي معاك رجلي نمشي دابا قدم استقالتي اقسم بالله تقدمها دابا شوف دابا عطيك لا ليست هو ان ديري دو رياليزي راه 50 مسكنات الناس والله الا عمرت سالي في القضيه ديال البوليس قسم بالله دابا نمشي معاك ونشوف داك الشيء ونصور داك الشيء باقي ديال الجماعه انا سي سي مشكل السي زكريا واش غدا نجيب لك لاليست ديالهم ما يكسبوا لنا الناس ديال الله شو علاش غدا نعمل لاليست اخرج نشوف ونطيم لاليست السي زكريا بلاتي حنا كنهضروا على لي ريفليكسيون اللي دازوا فيهم لي طراو سوا ديال الماء ولا ديال السينيسمون ديال كاين هما ماشي حاجه اللي انومالي شي هادي لي طراو لي طراو لي طراو شي حاجه اخرى بحرايك بارك شوف 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 السي زكريا شوف شوف خويا شوف ما يسالوش شي لا دوز الحمراء شوف هذيك الكارثه اللي 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 كارثه ديال بالرحمه راه واحد الفاز ديال كارثه مشكل ما بقيناش كنحفروا حنا فوق الشاطئ الناس كيديروا في المفاق ولا كيحفروا في الشاطئ باش يبقى الشاطئ كندير في الراجل ديال الناس قاعد يديروا داكشي قاعد ديال بالرحمه راه تقريبا واحد 50 سنتيم واعره خايبه هذه اللي دابا شادوا كوفاشا شادوا ديال كوفاشا طلعوا شوفوا في الرب ديال الرحمه حدا الحانوت راه يخرج معكم الاخ ديال الاخ يمشي معكم يوري لك كتميسات معك هذا الروطه ديال الحمراء سير شوفوا كيف الطلعه ديال الحمراء ديال الحمراء الروطه والطلعه ديال ولكن واحد شي اسمو واحد شي اسمو ديال الكوفاش شوف الشنط كيفاش ديالو بحال شي عمليه جراحيه وبقى ضعيف فيها شوف نديروا واحد الاجتماع مونوس ها كنتو جيتو كتقترضوا كتعطيونا اسئله بحال هكا راه كاين واحد في رقم 30 وقلنا هاد المسائل يا نديرو عليهم دي تورني يا صيفطوا لينا اون ليتر الله يجعل لا ليتر تكون فيها حتى كان صفار لا 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 دابا كاين العام كامل اللي غادي انت غادي تجيو تخدموا عاد شوف الله يخليك العام كامل دابا شي اي مستشار في قمتو يصوب لا ليست ويصيفطها للريدر اوفيسيلمون وغنجاوبوه اوفيسيلمون بريتيو تحجبوا اوفيسيلمون علاش غنمشيو لواحد النهار بحال هادي غنبداو نهضروا على اوفيسيلمون كيف غير سيرفيس تكنيكي علاش حنا كل واحد غيجي يحط لي واش واش سيرفيس تكنيك واش واش خدم شي انا ولا غعرف لي غعرف لي المو تكنيك اللي غير باش غير شنو خاص شنو خاص انا غادي نعرف المو بالنسبه للمواصفات ديال الدار كاع عامري دوار بالحمول دوار خالصه أربعة ديال الريكلاماسيون هاد الشهر اللي داز شويه ديال الشتاء عامر كانت الشهر قليله شويه ديال الشتاء بدات كترد الماء لعباد الله مشكلة الشتاء ديال الطلاق ما جاوبناش حتى واحد ما جاوبناش دابا اللي روكا حاليا دابا راهم عامرين فايتين بالماء على الاقل يجيو الناس ديال ديال الطلاق على الاقل يجيو الناس ديال ولكن كاين شي حويجات اللي في لاجيور ديالنا هو اللي ما خداش علاش علاش هو ما سمع سمع شرح خليه تهضر طرحتي سؤال كان تجاوب من بعد عاد هضر عاد قول لي كاين شي حوايج اللي انا ما كندافعش على ريدار دابا انا كناقش معك شي حوايج اللي راه الاداره اللي ما مسيراهمش ابار ريدار انا بالنسبه لكاين شي مشاكل كنطرقوا لهم دابا حنا ضدنا عندنا مع ريدار شي مشاكل في الجد كاين عندنا مشاكل عالقه مع ريدار كاين مشاكل اسمح لي سير اه سير كاين عندنا مشاكل عالقه مع ريدار ولكن خاصنا نعرفوا المشاكل العالقه الكبيره مع التسيير الاداري ديالنا في هذه الجماعه حنا باش غيقول لي سي زكريا انه نشوفوا مع سي بوعياد لو كان سي بوعياد دير خدمته انا كنقولها له ديما بحال هكا ما غنطيحوش في هذه المشاكل اذا المشكل على الاداره المشكل في الاداره انا شحال من حاجه اسمع لي اسمع لي سي بوعبيدي 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 خلي شي من هضر شي صاحبي عاد هضر خلي اسمع ماشي زي مزيان كلشي هاد مزيان كلشي هنا انا شوف انا ديما مع السكينه المستشفى المستشفى المستشفى